السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد يا جماعة. كيف الحال؟ إن شاء الله أنكم بخير وصحة وعافية. حبيت أغير شوية من الفيديوهات. هنا عند في باكستان بعض المطاعم لها قصص نجاح، خصوصا في إسلام آباد، يعني ساكن في إسلام آباد، في بعض المطاعم لها قصص نجاح وبعضها مشهورة، فحبيت أنقول لكم إياها. سيفر فود هذا المطعم متخصص في البلاو، مطعم مشهور جدا، يعني يمكن يكون أشهر مطعم موجود في باكستان في البلاو. هذا المطعم موجود في ابتدى من بندي واسلام اباد، حاليا في لاهور، بس قبل ما يروح لاهور قبل سنه يمكن فتح فرع هناك، كان بس في بندي واسلام اباد. هذا المطعم كيف اشبه لكم شهرته؟ يعني مثلا تتذكروا ايام زمان يوم كان البيك بس في مكه وجده ومدينه، بس في المنطقه الغربيه، كيف كانوا يعني اهل بقيه المناطق يقولون تروح مكه يا اخي ركن من اركان العمره انك تاكل البيك، استغفر الله العظيم. فهذا مشهور زيه، يعني اسلام اباد وبندي سيفر فود خلاص. ف المطعم هذا بدايته كانت بسيطة جدا، بدأ من منطقة في راجا بازار في راولبندي، ابتدى عام 1988 عندما يعني قرر صاحب المطعم اللي هو اسمه حاجي محمد نعيم، يوم قرر يفتح المطعم طبعا بدعم من عائلته، فتح المطعم الصغير في راجا بازار. طبعا هذا المطعم الحين موسع، ولا أول كان المطعم عبارة عن مطبخ ويعني مكان صغير للجلوس يتسع لعشرين كرسي تقريبا فقط. الرجال بدأ في مكان سكني، حتى انه ما بدأ في مكان يعني زي ما تقول عنه تجاري، لا، بدأ الفرع الاول في مكان سكني كان وراء ثانوية او مدرسة اسمها جاردن كوليج في راجا بازار، كان خلفها تقريبا. فالرجال بدأ من هناك واستمر 13 سنة في الفرع الاول. واجهته عدة صعوبات، وكانت اكبر صعوبة تواجهه دائما اللي هو الحفاظ على السعر والجودة. هو اصلا بنفسه يقول سر من اسرار نجاح سيفر فود اللي هو السعر القليل او يعني السعر المنخفض مع الجودة العالية. هو الفرع الثاني له كان برضو في راولبندي. الفرع الثالث يعني يوم فتح الفرع الثاني وكذا وقتها كان ما شاء الله صار مشهور لدرجة انه 2002 ايام ما كان اسلام اباد تحت تخطيط واسلام اباد كان تحت الانشاء وكذا، في منطقة اسمها ميلودي بارك في اسلام اباد، الهيئة المختصة بيعني تطوير اسلام اباد اللي اسمها CDA Capital Development Authority نادوه خصيصا قالوا له تعال افتح، يعني دعوة من عندنا افتح في الميلودي بارك عشان تكون سبب لجذب اصحاب يعني اصحاب التجارة ولجذب الزبائن عشان يجون في المنطقة هذه. لهالدرجة وصلت شهرته. بعدها فتح فرع الرابع، الفرع الرابع اللي موجود في بلو إيريا، هذا أفخم فرع يمكن له. المهم يا جماعة نحن الحين في سيفر فود في الفرع الرابع، هذا الفرع اللي جالسين فيه هذا يعتبر الفرع الرابع، افتتح في عام 2005. طبعا هذا يعتبر أضخم الفروع وأغلاها لأنه موجود في أفخم منطقة تقريبا، أو في إحدى أفخم المناطق موجودة في إسلام آباد. كثيرين معارضين قالوا ليش تشتري المنطقة هذه، يعني جدا فخمة وجدا غالية ويمكن يتسبب لنا بخسائر، لكن مع مرور الزمن أثبتت أنه قراره كان صحيح. عادة الرز اللي تطلبه صحن الرز يكون فيه الكباب، هذا يسمى شامي كباب عندهم باكستان، قطعة دجاجة طبعا لو تبغى اثنين على كيفك، سلطة ومعها الزبادي أو الرايتا اللي يسمى هنا في باكستان برضو يسموه رايتا، هذا زبادي وهذا سلطة واثنين شامي كباب والرز أو بلاو كباب. أول كانت الجلسات جوا المطعم، بس حاليا بسبب كورونا خلوا الجلسات برا وزي كذا، فالحين بسبب كورونا الجلسات برا. الأول كنا نقعد جوا وكان يقدم لك الأكل جوا، لكن حاليا برا وشوية زحمة. بعد ما السلسلة اشتهرت طبعا ما اقتصروا فقط على الرز، يعني عندهم توسع في المنيو قليلا، برجرز وآيس كريم وبعض المشروبات، يعني ايش تنوعوا في المنيو. الرجال عنده مصنع للرز ومصنع للحليب والألبان له هو. بعد ما تطور في البزنس صار عنده من أهم المشكلات اللي واجهها اللي هو الحفاظ على جودة نوع الرز، فقرر افتتاح مصنع لنفسه اللي إيش يسوي فيه الرز، وعنده مصنع خاص للألبان والأبقار والحليب وكذا عشان يعني يحافظ على الجودة. طبعا بعد ما اشتهر المطعم جدا في اسلام اباد وراولبندي، والناس لما صاروا يجوا من برا اذا زاروا اسلام اباد لازم ياكلوا في سيفر فود وكذا، الرجال قرر يفتح في لاهور. ويعني وفرع لاهور شهد افتتاح واقبال ونجاح كبير جدا ايضا. الرجال معروف بانه رجال ديني واسلامي وله يد كبيرة ايضا في يعني ايش
في العمل الخيري، حتى أيام الزلازل وأيام الفيضانات اللي تيجي في باكستان دائما يكون له اليد الطولة في الإيش، في التبرعات وإطعام الناس وغير كذا، حتى مع الجيش أحيانا في بعض العمليات العسكرية دائما يكون واقف في صفهم من الدعم من تأمين الغذاء والأكل ومثل هذه الأعمال الخيرية اللي معروفة عن الرجال هذا. سيفر فود يعد أحد المطاعم اللي الناجحة من إسلام آباد، يعني أغلب المطاعم اللي موجودة أغلبها تجيك من لاهور، يعني في بعضها من كراتشي أغلبها من لاهور المشهورة، لكن هذا المطعم من أحد المطاعم المشهورة اللي بدأت من راولبندي وإسلام آباد وبعدين بدأت تشتهر على باكستان كلها. المطعم يعني يقدم جودة عالية مع سعر منخفض مناسب لأغلب فئات طبقات المجتمع الباكستاني. هذا هو أحد أسرار نجاح سيفر فود، اللي هو الحفاظ على الجودة مع السعر المنخفض، حتى هو بنفسه في لقاءاته يقول هالكلام هذا. وهذه أيضا يعني الحفاظ على السعر المنخفض مع الجودة هذه إحدى المشاكل اللي واجهها، أنه أحيانا مع الغلاء أحيانا مع المشاكل اللي تصير كيف أحافظ على الجودة والسعر السعر المنخفض. وهذه أحد الأسباب اللي خلته يفتتح مصانع خاصة فيه للرز، مصانع خاصة فيه في الألبان والأبقار عشان يقدر يحافظ على السعر والجودة. وبس كده، هذه البداية اللي حبيت أوريكم إياها. إن شاء الله استمر في هذه السلسلة، إن شاء الله أشوفكم في يعني في قصص جميلة أخرى من باكستان. طبعا لا تنسوا تقترحوا علي في التعليقات، لا تنسوا تعطوني رأيكم، هل تحبوا مثل هالأشياء تشوفوها من باكستان؟ إن شاء الله نشوفكم فيديوهات قادمة. حتى ذلكم الحين أبنا خيار ركنا، الله حافظ.